السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء متابعي عالي الفضائية في حلقة جديدة من برنامجكم السنة التحضيرية، وفي هذه السلسلة التي نغطيها من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. اليوم موضوع جديد، وأسعد بضيف جديد أيضا، الدكتور خالد بن عبد العزيز الشمري، وأنت أستاذ مساعد في قسم الرياضيات في كلية العلوم. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله دكتور. طبعا حديثنا اليوم ربما عن تلك المادة الصعبة، الرياضيات. لا أدري إن كان يصح أن نقول أنها من المواد الصعبة أم لا، لكن ربما يعني هذه هي رؤية أغلب الطلبة الذين يدرسون تلك المادة، ليس فقط في الجامعة بل حتى في الثانوية العامة. لماذا يتم تدريس الرياضيات في السنة التحضيرية في جامعة البترول والمعادن؟ طبعا بادئ ذي بدء، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه فرصة طيبة، وأشكر قناة عالية على الاستضافة وعلى إعطائنا فرصة نتحدث عن السنة التحضيرية وعن مادة الرياضيات بالذات. الشكر لكم على تشريفكم دكتور. أهلا وسهلا فيكم. طبعا مادة الرياضيات كما يطلق عليها أم العلوم، وأم العلوم معناته أنه جميع العلوم في الأخير، العلوم طبعا الطبيعية، نعم، تحتاج علم الرياضيات. نعم، علم الرياضيات ما هو علم صعب زي ما يذكر عنه، لكن يمكن أنه أحيانا طريقة تدريسه تجعل الطالب يصير بينه وبين علم الرياضيات مثلا الفجوة أو عدم هذاك الحب الكثير. لكن هي بالعكس مادة تميل إلى، يعني خلينا نقول مادة وسط، لا هي هذيك المادة الصعبة أو المادة السهلة. نعم، مادة لذيذة، مادة فيها تفكير، مادة فيها ربط متغيرات بثوابت. نعم، احنا دائما نقول حل للطالب أو يعني إيفاليويت ولا أوجد قيمة المتغير، لأنه في متغيرات، والحياة سبحان الله هي كذا، فيها متغيرات فيها ثوابت، صحيح، فيها تمثل الحياة. هي مادة ممتعة في من يرى ذلك، لكن قد تكون صعبة، وذلك باعتراف حتى من يدرس الرياضيات. لماذا تدرس الرياضيات في السنة التحضيرية دكتور؟ خلينا اتفق معك أنه ما هي مادة سهلة، لكن نعم، لأنه الرياضيات طبعا يعني جامعة الملك فهد للبترول والمعادن هي مادة، جامعة قائمة على تدريس العلوم والهندسة. نعم، أساسيا طبعا. فالعلوم يحتاجون الرياضيات، سواء كان التخصصات الرياضيات نفسه كرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء الكيمستري أو المواد الهندسية. المواد الهندسية احنا أصلا ندرس هنا، يعني طلاب الانجينيرينج يدرسون أقل شيء 6 إلى 8 مواد رياضيات، فهم يحتاجونها في تخصصهم. يعني مثلا الديفرنشال إكويجن اللي هي المعادلة التفاضلية، هي مودلز، وعلى ضوء المودلز هذا يعني تلقاه في المعمل أو في المختبر أو في البحث، يكون شغله عبارة عن differential equation مثلا، معادلة تفاضلية. فهي يحتاجون الرياضيات. ممتاز، إذن هي حتى في جامعة الملك فهد هم بحاجة ربما في التخصصات العلمية التي تدرس لهم مستقبلا طبعا بعد يتجاوزهم للسنة التحضيرية، هم بحاجة الرياضيات. أوه طبعا. لكن ربما يرد عليك بعض الطلبة بأنه هذه المادة التي تدرس إنما هي أساسيات، كان الطالب قد أخذها في المرحلة الثانوية، ربما في المرحلة التعليم العام، لماذا يتم تكرارها مرة أخرى في السنة التحضيرية؟ طبعا في السنة التحضيرية احنا ندرس مقررين أساسيين. نعم، اللي هو ماث 001 أربع ساعات في الأسبوع، وثم ماث 002 أربع ساعات في الأسبوع السمستر الثاني. نعم، جزء كبير من المادة اللي ندرسها الآن هي الطالب مرت عليه سواء في المرحلة المتوسطة أو في المرحلة الثانوية. نعم، طبعا تدرس باللغة الإنجليزية في البداية. نحن نعيد تدريس الرياضيات من جديد. الجزء اللي أخذه الطالب في المرحلة المتوسطة، في كثير من الطلاب يكون نسى المعلومات اللي أخذها، بالذات لما نتكلم عن الأساسيات في الأرثماتيكس، في الحسابات. أنا معلش قاعد أتكلم إنجليزي وعربي مع بعض، ما في مشكلة. أنا أذكر لما كنت طالب في الثانوية الأمور هذه حتى المدرسين يحاولون يتجنبونها لما كنا في الثانوي. نعم، لأنه فيها تحليل وفيها كسور وفيها هذه الأشياء إلى حد ما شوية مزعجة. نعم، ككالكوليشنز. صحيح، حتى إحنا المدرسين أحيانا وحنا نجمع كسور نخطئ فيها. صحيح، فهي يعاد تدريسها من جديد لتذكير الطالب، نتأكد أن الطالب فعلا خرج من الثانوية وهو فاهم المادة هذه. لأنه زي ما أنت عارف يعني في الثانوية وفي المتوسطة التعليم شوية تلقيني. أحسن. للأسف زي ما أنت شايف، وما هو ما يخفى على أحد، أنه تعطى ملخصات المادة في نهاية السمستر، وأنا شفت بنفسي. صحيح. مجموعة مسائل
الطالب يحفظها أو إذا ما يحفظها يقول للمدرس حيجيك زيها بالضبط، يعني بدأ 3 على 4 يخليها يمكن 5 على 8 اضرب واجمع. طبعا ما أقول كل تعليمنا كذا، لكن للأسف هذا موجود. موجود. والدليل أنك تشوف الانفليشنز بالدرجات، أغلب الطلاب 99 و98 و100%. لكن تنتقد أنت الدرجات العالية دكتور يعني؟ أيوة وإن كانت استطرادة طبعا. نعم. طبعا جيد. يعني الرياضيات ما عندهم 100% شكله في الجامعة ولا في الثانوية؟ لا عموما الرياضيات ما حد يجيب 100% مع أنه حنا عندنا في الجامعة. والدليل حتى أنه مدرسين الرياضيات ينتقدون هذه الدرجات الكاملة. أيوة طبعا، يعني هذا الطبيعي أنه طبعا الكمال لله، سواء في الرياضيات أو في غير الرياضيات أو حتى في المواد الأدبية والتاريخ والجغرافيا، أنا ما أقلل من شأنها، بس 100% معناته كمال. أنت تشوف هنا الدرجات أغلبها 100%، هذا شيء مو صحيح يعني، ولا هو صحي. صحيح. في الأخير ليس في مصلحة الطالب أن أنا أقول أنت درجتك مثلا 95%، هو قد يكون فهمه في المادة هذه 85%. صحيح. فنبغى نتأكد احنا عفوا أنه الطالب فهم المواد، فهم الأشياء الأساسية في الرياضيات. نعم. الحسابات، الدوالي، الفانكشنز. في الفصل الثاني حياخذ الدوال اللوغاريتمية والدوال المثلثية. طبعا هذه هي أساسيات يحتاجها في دراسته في المرحلة الجامعية في الجامعة. هذا إذا تجاوز السنة التحضيرية ودخل التخصصات المختلفة. ذكرت 001 والمادة الأخرى 002. نعم. الأولى second course. الأولى تتكلم عن نبدأ بالحسابات، نسميها الأريثمتكس. نعم. جمع الكسور، ضربها، طرحها. ممتاز. وهي أساسيات في الرياضيات ومهمة. نعم. جدا مهمة. نعم. التحليل، المقادير الجبرية، بعدين ننتقل للدوال وتعريف الدوال ورسم الدوال وخواص الدوال. هذه أشياء أساسية يحتاجها الطالب. طبعا 001 هو خلينا نقول النواة والأساس، يعني 002 وبقية الكورسات تعتمد على 001. إيش اللي يدرس في 002؟ 002 تكملة. طبعا احنا نستخدم كتاب كوليج الجبرا اند تريجونومتري. هذا هو الكتاب. ايوه. ممتاز. طبعا السنة هذه عندنا الفيفث اديشن، هذا طبعة جديدة. هذا 1 طبعا. هذا 1 و 2 مع بعض. مع بعض. وهو في الأخير مرجع لأنه الطالب حيحتاجه. يحتاجه حتى في التخصص. أوه طبعا، لأنه هنا فيه القوانين، فيه وبالتالي تدريسه جاء يعني من أهمية كبيرة جدا للرياضيات في السنة التحضيرية. يعني حتى احنا من الناس اللي الجامعة تقدم البروموشن إكزام أو يسمى اختبار الترقية أو التعدية. يعني نحن في القسم نتمنى أنه ما يكون هذا الاختبار موجود لأهمية الرياضيات 001، وأن الطالب مهما درسها يدرسها مرة ثانية وثالثة، لأن هي مهارات وسكيلز. طيب قد يعني يسأل سائل مثلا من الطلاب الآن، ممكن أنا أكون تخرجت من الثانوية وأنا متقن مثلا لهذا المنهج، وبالتالي لماذا أعيده؟ لا يوجد مثلا اختبار تحديد مستوى للطالب إذا كان يتقن مثلا هذا المنهج، فخلاص يعدي، ما في داعي يدرسه. إذا كان لا يتقنه ما في مشكلة أنه يدخله. هو كلامك صحيح، لكن احنا خلينا نتكلم عن الأغلبية، ومش حتى أغلبية، الأغلبية القصوى. نعم. يعني أكثر من 99% يحتاجون الكورس هذا. ممتاز. وسبق أنه إحنا عطينا ما في تحديد مستوى؟ لا يعني حتى وليس مقترح جميل تجده أنت أبدا، وهو بشروط. نعم. يمكن قديما لما كان في طلاب في مستويات أقوى من الآن، لكن حتى إحنا عرض كذا مرة الاختبار التحديد المستوى، أحيانا لم ينجح أحد، أحيانا 1 أو 2 من مثلا 20 أو 30. فالأفضل أنه يعطى. دكتور تجد لي وفرة مقررات القسم أثر إيجابي في تحصيل الطالب الأكاديمي؟ طبعا أكيد. كيف يكون ذلك؟ يعني أي طالب في الجامعة غير ماث 001 وماث 002 يأخذ 6 كورسات أخرى، من 4 إلى 6، هذا المينيمم اللي هو الأقل. بعض يأخذ الكالكولس اللي هو 3 كورسات، 101 102 201، والديفرنشال اكويجن اللي هو 202 او ما يعادلها مثلا 260 ولا 2 نسيت الرقم المقرر. في تخصصات ثانيه ياخذون حتى 301 او 302 بالاضافه الى الاحصاء. الرياضيات ام العلوم. نعم. والمهندسين يحتاجون الرياضيات، شغلهم اصلا اغلب الرياضيات. جيد. انت في مطلع حديثك ذكرت ان الرياضيات ماده ليست صعبه انما ماده ممتعه، انما نعانيه فقط في أسلوب تعليم الرياضيات. سأسألك عن أسلوب تعليم الرياضيات، كيف يكون ممتع ويوصل تلك المادة بسهولة للطالب بحيث لا يجدها صعبة بل يجدها ممتعة. سأخذ منك الإجابة لكن بعد الفاصل. إذا مشاهدينا الأعزاء فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في متابعة للسنة التحضيرية ومكانها في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وموضوعنا اليوم عن قسم الرياضيات في السنة التحضيرية. أسعد بضيفي مجددا الدكتور خالد الشمري وهو أستاذ مساعد في قسم الرياضيات وكلية العلوم. مرحبا بك مجددا دكتور. حياكم الله مرة أخرى دكتور. صعوبة الرياضيات التي أنكرتها أنت وقلت أنه الرياضيات هي مادة سهلة ممتعة، لكن المشكلة ربما في إيصال المعلومة للطالب بشكل سهل ممتع ربما أو ممتنع إنجاز التعبير. كيف أنتم في السنة التحضيرية توصلون تلك المعلومات وبشكل يسير بسيط يستمتع الطالب فيها بالرياضيات؟ هو خلينا بس أعلق على كلمة الصعوبة والسهولة. هو أنا يمكن أتفق أنه الرياضيات خلينا نقول أنه مادة وسط، لا هي صعبة ولا هي سهلة، يعني ما هي مادة جدا سهلة بحيث أنه تهضم بسرعة، بالمقابل ما هي صعبة بس هي ممتعة جدا أتليست بالنسبة لي، يعني أهل الرياضيات يحبون الرياضيات وفعلا هي مادة ممتعة لأن فيها تفكير. إحنا الآن نستمتع مثلا بالألغاز اللي تذكر بالذات إذا كانت حسابية، فهي ترى نوع من نوع الرياضيات. أنا أعتقد أنه توصيل المفاهيم الرياضية، توصيل المعلومة الرياضية بالطريقة الممتعة هو يمكن العائق الأكبر اللي يجعل الناس ما يحبون مادة الرياضيات. نعم. شوف التدريس فن ومش أي واحد يجيده، يعني خلنا نعترف يعني حتى من خلال المدرسين الموجودين سواء في المراحل الدنيا أو المراحل العليا أو المراحل المتوسطة أو المراحل الجامعية، التدريس هو تدريس. التدريس ما أعتقد أنه الناس تجيده درجة جدا ممتازة، وله مطلوب، وله مطلوب من الجميع أن يكون مدرسين ممتازين، لأنه إحنا ما نقدر جيد. ما نقدر نخلي الناس كلها مدرسين ممتازين جيد. وأنا دائما أذكر للطلاب أقول يعني مثلا الخطباء الجمعة مثلا ما تقدر تطالب أنه كل خطباء المساجد يكونون على جودة عالية، وإلا ما لن تجد يعني إلا ثلاث أربع مساجد. صحيح. مش سواسية. صحيح. لكن الرياضيات كيف يتم توصيله بشكل ممتع دكتور؟ طبعا حنا هنا في الجامعة يعني لدينا قسم خلينا نقول متوسط الحجم، عندنا 20 عضو هيئة التدريس. نعم. أغلبهم يعني بدون مدح ذو كفاءات عالية وعندهم خبرة كبيرة في التدريس. طبعا تدريس السنة التحضيرية برضو يعني يحتاج له عناية خاصة، لأنه الطالب جاي جديد، أحسنت، بيئة جديدة، لغة جديدة، زي ما يقول environment جديد، يحتاج أصلا له فترة حتى ما يتكيف. صحيح. يدرس إنجليزي 4 ساعات في اليوم غير الرياضيات غير الرياضة، هذه بحد ذاتها يبغى لها فترة الطالب يتكيف معها أصلا. إن بالإضافة إلى هذا أنه في رياضيات اللي هو المادة اللي خلينا نقول شبه محبوبة أو إن شاء الله محبوبة أنا خايف أنها ليست محبوبة ولا، وتدرس باللغة الإنجليزية والطالب يستلم الكتاب من أول يوم، كتاب تقريبا 1000 صفحة. مرة ثانية احنا في الثانوية والمتوسطة للأسف يعني الطالب ما هو متعود يقرأ الكتاب، يقرأ ملخصات، يتفاجأ بيوم وليلة انه عنده كتاب 1000 صفحة ويعتمد على نفسه. طبعا ذكرت لك انه المدرسين متواجدين. المدرس يعني يبدو لي فقط الكتاب هو المصدر الوحيد المعتمد. لا 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 ابدا. طيب طبعا ما هي اذا مصادر التعلم وتلقين الطالب لتلك المادة؟ طبعا بالإضافة للمدرس وشرحه، وحنا نحث الطالب انه يعتمد على نفسه ويقرأ الكتاب. عندنا الويب بيج للقسم الرياضيات اللي هو البريبير ماثماتكس بروجرام، الطالب ممكن يلقى فيها كل المعلومات اللي تفيده. ممتاز. في قسم 001، في قسم 002، في الاختبارات القديمة، في بعض نماذج اختبارات. أيوة. قديمة. في عندنا الدكشنري موجود، لأنه الطالب حيلقى نفسه بيوم وليلة يتعامل مع مصطلحات 100% إنجليزي، فإحنا نقدر الشيء هذا. في مصطلح، في دكشنري معد أو فهرس، الطالب لازم يرجع له في البداية. أحسنت أنتم طبعا، وهذه مأزق ربما أنا كان بودي أن أتحدث عنه، وهو أنه الطالب كان يتعلم لعشر سنوات يمكن أو 12 سنة فاتت يتعلم الرياضيات باللغة العربية، الآن سيتم التحول بشكل كامل إلى اللغة الإنجليزية. ما هي الصعوبة التي تجدها أنت في يعني لدى الطالب، وكيف تجاوزتموها أنتم كأعضاء التدريس؟ طبعا نحن يعني نأخذ الطالب على كف الراحة، بالذات في الأسبوع الأول ما نحاول نضغط على الطالب كثير، هو زي ما ذكرت لك في مرحلة انتقالية، يكون في تركيز على كيف أذاكر الرياضيات،
كيف أعد نفسي أني أتحول من اللغة العربية للغة الإنجليزية، ويكون تدريس بسيط. كان في السابق أنه من أول يوم المدرس يدخل ويعرف باسمه ويبدأ في المنهج. هذا الشيء تغير تقريبا من العام، وبالذات السنة هذه خلينا الأسبوع الأول إن صح التعبير أسبوع تعريفي، تعطى له المعلومات الأساسية، يعطى له الدكشنري، يذكر للطالب أنه حتى تعلم الرياضيات، ليش الرياضيات مهمة. من الأمور الجيدة في الكتاب هذا، إحنا الآن في عصر التكنولوجي، والطلاب أصلاً يعني لديهم حب الأشياء هذه، ففي بروجرام جاي مع الكتاب اسمه My Math Lab، My Math Lab Plus. ممتاز. هذا interaction بين الطالب، يدخل الطالب له حساب وأكاونت خاص، يحل الهومورك أونلاين. هذا برنامج أونلاين طبعاً. برنامج أونلاين. Yeah. مع الكتاب يأتي. ممتاز. الطلاب أتليست اللي يحبون الأشياء هذه، هم أغلبهم زي ما أنت عارف، يجد متعة فيه. يعني مسائلي أنا غير مسائل الطالب الآخر، ويحل المسائل، يعطى وقت، ممكن يعرف بعدين جوابه هل هو صح ولا ما هو صح. إحنا الهومورك حولنا الآن الهومورك أونلاين. يعني مهمة الطالب صارت أعلى، صار الطالب يعتمد على نفسه كثير. الغش، الظاهرة السلبية اللي موجودة للأسف في كل محل، قلت بشكل كثير. لأن الطالب حيذهب بنفسه للأكاونت له لأسئلته الخاصة. أنا بودي أنا أتحدث عن الماث بروجرام أو الماي ماث. كيف مثلا يتم توصيل معلومة للطالب؟ كيف الطالب يتفاعل معه عبر الجهاز أو الحاسب الآلي؟ طبعا هذا بروجرام كل طالب له أكاونت، يدخل في الباسورد حقه على الأكاونت. باي ذا واي، هو يقدر يعمل فل أكسس على الكتاب، يقدر يقرأ الكتاب أونلاين كامل، حتى ممكن ما يأخذ النسخة الورقية. في عنده قسم للهومورك، يحل مسائل الهومورك، احنا نحدد له مسائل ويدخل عليها، وطبعا المدرس يكون يراقبه أول بأول مباشرة. وانس أنه سوى سبميت ولا كليك، الرزلت تطلع ويشوفها مدرسه وتحسب له. ممتاز. عنده الكوزز، عنده الاختبارات. لكن تفاعله بهذا البرنامج حتى عليه درجات. طبعا يستفيد منه في طبعًا. من ناحية الدرجات. طبعا. وبالتالي هذا ما يسمى ربما يعني التعليم بالترفيه. بالضبط. صح. بحيث أنه يستفيد الطالب ويحصل على المتعة، وكذلك يحصل على المعلومة. نعم جدا. ممتاز. الآن دعني أسألك، تجد أنه المادة، مادة الرياضيات التي تدرس في سنة تحضيرية كفيلة بإذن الله أن يكون الطالب مؤهل لدخول التخصصات العلمية المختلفة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن؟ نتمنى ذلك، نتمنى أن أنت كيف تجدها كمادة دكتور؟ يعني هل هي فعلا مؤهلة له لدخول هذه التخصصات؟ أيوة جدا. يعني هو الآن بات حاصلا على الأساسيات التي يحتاجها في أي تخصص علمي يدرسه؟ طبعا في مادة الرياضيات. يعني نعم في مادة الرياضيات. في مادة الرياضيات طبعا لا شك. لا شك أنه ندرس المادة 001 ومادة 002، ومما يزيد من مصداقية الشيء هذا أنه إحنا اختباراتنا موحدة لجميع الطلاب، وأغلب الدرجة تكون على الاختبارات. عندنا اختبار أول 20% مشترك لجميع طلاب السنة التحضيرية. ممتاز. هذا الاختبار طبعا في نهاية اللي هي 001. عندنا ثلاث اختبارات فصلية. طيلة السنة عندكم ثلاث اختبارات في السمستر الواحد؟ ثلاث اختبارات في السمستر الواحد. إذا عندكم ست اختبارات في السنة التحضيرية كاملة. بالضبط. نعم. على المنهج اللي هو واحد واثنين. على المنهج واحد واثنين. ممتاز. عندنا اختبار أول واختبار ثاني واختبار نهائي شامل. اختبار أول اللي هو يعني مترم يسمى، اللي هو الفصلي، خلينا نقول أنه قبل المترم، يعني هو غالبا يكون في نهاية الأسبوع السادس. ممتاز. على المادة اللي أخذها في الخمس أسابيع الأولى. ويكون اختبار شامل، ويكون of multiple choice type. نعم. بعدها في الأسبوع الثاني عشر أو الحادي عشر عندنا الاختبار الثاني على المادة اللي أخذها، وبعدين يكون عندنا اختبار شامل اللي هو النهائي 36 عليه 36%. جيد. وأعمال السنة الباقي اللي هي 24%. فأغلب الطلاب أعمال السنة تتوزع غالبا على الواجبات دكتور، والكوزز والاختبارات القصيرة. الرياضيات كمادة هل فقط يتم يعني تلقين الطالب في الفصول الدراسية، أم هناك بعض الأنشطة التي ربما قد يمارسها الطالب ويحصل على المعلومة غير هذا البرنامج؟ نأخذ الإجابة بعد الفاصل. إذا مشاهدينا الأعزاء، فاصل قصير، ابقوا معنا.
موهوبون منذ صغرهم، هوايتهم فن من أرقى الفنون، الريشة صديقة أناملهم، وبها يتبارون في رسم الحروف فيجعلونها أكثر حيوية لتتكلم دون لسان وتصبح في أبهى صورها. خطاطون في رحاب النور على قناة عالي. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء من جديد في متابعة لحلقات السنة التحضيرية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران. حديثنا اليوم عن قسم الرياضيات، وأسعد بضيفي الدكتور خالد الشمري أستاذ مساعد في قسم الرياضيات بكلية العلوم بالجامعة. حياك الله مجددا دكتور. يا مرحبا، حياكم دكتور. قبل الفاصل كنت سألتكم عن تلقين الطالب للرياضيات وتعليمه، هل فقط الطالب يحصل على المعلومة من داخل الصفوف الدراسية وكذلك ربما هذه البرامج اللي موجودة على الويب سايت، أم أنه هناك بعض الأنشطة ربما المحفزة للطالب التي يحصل من خلالها على المعلومة وأيضا الترفيه؟ طبعا هو المعلومة الآن موجودة في كل محل، يعني والإنترنت زي ما يقولون ما ترك وانسى انك انت رحت حتلقى المعلومات كلها موجوده. نعم. اللي في الكلاس ياخذ الطالب واللي غير الموجود في الكلاس. نعم. لكن ابغى اعلق على موضوع انه احنا نشغل الطالب لما تكلمنا عن الاختبارات وتكلمنا عن درجات اعمال السنه. جي. درجات اعمال السنه هي مقسمه ما بين واجبات وما بين اختبارات قصيره واختبار طويل. وكذا نضمن انه احنا نشغل الطالب دائما، يعني تلقى الطالب كل اسبوع عنده تسليم هومورك، كل أسبوع ونص تقريبا أو أسبوعين عنده اختبار قصير بما يسمى الكويز. نعم. فما تخلي أسبوعيا عنده كويز. أيوة أو طبعًا. اختبار قصير. طبعا طبعا. نعم. يكون طبعا على المادة اللي درسها الطالب. نعم. إيه. وكذلك بالنسبة للواجبات، إيش طبيعة الواجبات دكتور؟ نفس الأسئلة. المنهج. من نفس المنهج. ويتم تسليمها مثلا وحلها بشكل يدوي أم تكون إلكترونيا مثلا؟ طبعا الاثنين مع بعض، في شيء اسمه الريتن هومورك أو الواجب اليدوي المكتوب، وفي الأونلاين هومورك اللي احنا تكلمنا عنه، وطبعا كلهم مفيدين للطالب، لأنه الطالب هنا يكتب، والكتابة جدا مهمة وبالذات في الرياضيات، لأنه هي الرياضيات عبارة عن خطوات وحل، أو اللي تكلمنا عنه الأونلاين اللي هو سؤال يكون في multiple choice type، يعني اختياري ويضع الجواب فيكون يا صحيح أو غير صحيح. طبعا في بدايتها دكتور يطالب الطالب بشكل كامل بأن يعتمد على اللغة الإنجليزية طبعا في الرياضيات. نعم. نعم. ولا يوجد منهج مثلا داخل قسم الرياضيات يدرس الطالب مثلا تراجم الكلمات أو المصطلحات اللي يحتاجها الطالب؟ احنا نوفرها للطالب وهي موجودة على موقع القسم، لا تعطى له مثلا على هيئة محاضرات داخل الصفوف؟ طبعا لدينا بعض المدرسين اللي يتحدثون اللغة العربية وليس كل المدرسين. ممتاز. فلو طلب منه أنه يترجم الكلمة يترجمها له. مثلا function، ما هي function؟ هي الدالة. لكن المصطلح الديكشنري موجود اللي هو الفهرس. نعم. موجود سواء يوزع الطلاب كأوراق أو موجود على الويب بيج، فالطالب موجود والطالب برضو يحب يستمتع ويرجع للديكشنري ويترجم، لأنه لما يعلم الطالب نفسه ما راح ينسى. ما حاجة الطالب دكتور لأن يكون مثلا هناك مدرس يعني نيتيف سبيكرز أو أنه يتكلم اللغة الإنجليزية الأم وبالتالي لا يستطيع التواصل بشكل كامل مع الطالب؟ يعني ربما الطالب في هذه السن الصغيرة وهناك يعني ربما مشكلة نعانيها في اللغة الإنجليزية من خريجي يعني التعليم العام، ونأتي مثلا في مادة لمادة زي مادة الرياضيات ومادة التواصل صعب نوعا ما بين المدرس والطالب، ونجيب له أيضا مدرس يتكلم اللغة الإنجليزية بشكل كامل، يعني ألا تجد هذه مشكلة؟ إلا كلامك صحيح وأنا أوافقك إلى حد ما، لكن أنه جرت العادة أنه الجامعة طبعا هنا اللغة الرسمية اللغة الإنجليزية، حنا العادة كقسم الرياضيات كاجتهاد خاص نوزع على الطالب نشرة تعريفية باللغة العربية. نعم. فيها أهم الأشياء الأساسية المفروض يعرفها الطالب، بحيث أنه الطالب لو ما فهم من مدرسه، المدرس يمر على القوانين هذه في أول يومين
لو ما فهم من المدرس تكون مكتوبة له باللغة العربية. وبعدين طلاب جامعة الملك فهد يعني ما يخاف عليهم، طلاب هم الصفوة الأفضل، فيقدر يعتمد على نفسه، يعني هو عارف أنه جاي الجامعة يعني اللغة الرسمية هي اللغة الإنجليزية، فيعني زي ما يقول يبرمج نفسه أول أسبوعين. فيها صعوبة في البداية صحيح، وكلنا مرينا بالمرحلة هذه، لكن والله الحمد عديناها بالمثابرة والاجتهاد والرجوع للمعاجم. يعني أعتقد أنه الطالب يعني المشكلة هذه حيصغر حجمها. جيد، حتى بالعودة ربما للاختبارات دكتور، إيش أساليب اختباراتكم غالبا التي يعني في الاختبارات النهائية أقصد في كلا المنهجين، هل تكون مثلا على شكل يعني اختيار متعدد، أم أنه أسئلة كتابية تحتاج إلى كتابة، أم يتم اختبار الطالب بشكل تقني عبر الحاسب الآلي؟ طبعا احنا عندنا زي ما ذكرت لك انه عندنا 3 اختبارات، الاختبار الاول والاختبار الثاني والاختبار الثالث اللي هو النهائي. نعم. ومن باب انه احنا نعدل بين الطلاب ونعطيهم جميع الفرص المتكافئه في الاختبارات، اختباراتنا تكون موحده. عشان كذا حتى احنا الاختبار الاول والثاني يعقد يوم الخميس، لان نضمن انه الطلاب ما عندهم اي محاضرات، ونضمن برضه انه الطالب جاي ومرتاح ومروق هذاك اليوم. كانت الاختبارات تعقد في الليل في السابق في أيام الدراسة، سواء السبت أو الأحد أو الاثنين والثلاثاء، فالطالب يكون أصلاً شبه منهك من الساعة 7 للساعة 4، ثم يأتي بالليل بعد صلاة العشاء اللي كان يختبر. ودأب القسم تقريباً من سنتين نخليها الخميس، وكانت جداً مريحة سواء للطلاب أو المدرسين، حتى شفنا فيه تحسن في النتائج. نرجع للاختبار، احنا لدينا اختبارات طبعاً لأنه عندك عدد كبير. نعم. وعساس تكون افشنت اكثر نسميها المالتيبل تشويس تايب، اللي اختبار متعدد الاجابات. وهذه الانسر شيت يبدو لي حتى طبعا تصحيح عبر هذا الكفر بيج وفيه التعليمات. ممتاز. وبعدين عندنا الانسر شيت، الانسر شيت اللي هو يظللها الطالب المعلومات، ثم على حسب طبعا عدد المسائل. نعم. بالضبط كمبيوتر بيست يعني. وبعدين عندنا المسائل، هذه الاسئله الكتابيه طبعا. طبعا هذه الاسئله تكون اختيار متعدد. وهذا الجميل في مسائل ايضا اختيار متعدد. او كل المسائل، كل المسائل اختيار متعدد. ممتاز. هي ما في مسائل حتى تحل كتابيا، هذا في اعمال السنه في الكلاس وورك، الكويزز والاختبارات القصيره. دكتور تعذرني، حتى انا الكتاب حقيقه ما تجد مثلا انه كتاب رياضيات وبالحجم هذا، وربما يحتوي على يعني الكثير من من الكلام، ما تجد انه احيانا في حشو كثير، الطالب يمكن ليس بحاجته. يعني هل تتوقع طالب يعني خريج ثانوية عامة ويمسك كتاب بهذا الحجم ما تجده كبير، وبالتالي بات الطالب يلجأ مثلا إلى الملزمات المختصرة بحيث أنه يجدها مفيدة أكثر؟ هو لا، هو أصلا مفروض الطالب يكون متعود من أيام المتوسط. نعم. إذا ما كان حتى من الابتدائي، وأنا هذا الحين قاعد أحاول أغرسه في أولادي أنه يقرأ الكتاب. نعم. لكن للأسف أنه اللي يحصل في الثانوية والمتوسط أنه الطالب لا يقرأ الكتاب، لكن في الجامعة الطالب الجامعي لازم يقرأ الكتاب. أنا دائما أقول الكتاب ثم الكتاب ثم الكتاب، الكتاب جدا مهم. أنا حتى دائما أقول للطلاب اللي أحيانا مثلا يشتكون مثلا من بعض أنه ما يفهم من مدرسه، أقول له يا ابني لو جلست وجبت كاسة الشاهي وفرغت نفسك 3-4 ساعات وقريت الكتاب، صدقني حتى مدرسك ما تحتاجه، لأنه الكتاب ممتاز وشرحه ممتاز وفيه المسائل وفي خطوط حمراء وفي خطوط، يعني حتى حاط لك مكتوب بطريقه جميله مبسطة جدا. صحيح. طبعا هو ككتاب عفوا مضطر انه يشرح اكثر، لانه اللي يقرؤون للمؤلف كل الطبقات، فهو لازم يفصل اكثر. في الاخير الطالب هو عارف القوانين. دكتور مثلا لا يوجد يعني عاده حتى في الكتب تخيل المتقدمه بالذات في كتاب الرياضيات والفيزياء، غالبا ما يكون مثلا في اخر الكتاب. نعم. جزء حلول المسائل. بالضبط حلول وهذا المسائل وايضا للقوانين. نعم. وهذا الجزء يمكن حتى يكفي عن باقي الكتاب، لانه في الرياضيات لا يحتاج الى الشرح باللغه الانجليزيه، وقد يصعب على الطالب بالذات في السنه التحضيريه. طبعا هو شوف الطالب ما هو ملزم يقرا كل حرف، لو قرا كثر الله خيره، واصلا حيدمي عنده مهاره القراءه. ما هو ملزم أن يقرأ كل حرف، أنا معك بعض المفاهيم تكون سهلة، يعني جمع الكسور أنا ما يحتاج أقرأ كيف أجمع. طبعا المؤلف مضطر يسهب، لأنه قلت لك يعني اللي يقرون له كل الطبقات. فالطالب في الأخير هو أدرب نفسه، يعني أدرب الشيء اللي يقرأ والشيء اللي ما يقرأ، ولكن كل ما قرأ أكثر كل ما استوعب أكثر كل ما فهم أكثر. وبالتالي ما هي نصيحتك الآن في دقيقة أو أقل للطالب حتى يستطيع أن يدرس الرياضيات
بشكل سهل وممتع؟ طبعا أول شيء يبدأ بتنظيم وقته، لأنه النظام هو أساس كل شيء. نعم. ثم بعد ذلك وبالذات الرياضيات، يعني يجعل لها خلينا نقول ورد يومي. الرياضيات مادة مهارات وسكيلز، لا يجعل الدروس تتراكم، يذاكر أول بأول. نعم. وبالذات الآن مع نظام الماي ماث لاب بلس، أنه فيه هوم وورك أونلاين وفي إكسرسايزز أونلاين، ما هي شرط تكون هوم وورك، هذا تنمي عنده المهارات أكثر وأكثر. والرياضيات 001 002، وطبعا مادة الرياضيات بالعموم الطالب كل ما حل مسائل أكثر كل ما استوعب أكثر، هي مهارات وسكيلز. خلينا نرجع لموضوع الصعوبة، هي ما هي قضية صعوبة، هي قوانين أنا أتبعها وفيها ربط بين متغيرات وثوابت. القوانين يعني يمكن المسائل ما هي زي بعض، هذا جمال الرياضيات. في الجامعة بحاجة إلى أن يحفظ القوانين دكتور؟ إيه طبعا طبعا، لا تعطى يعني في بعض الجامعات تعطى حتى ورقة للقوانين. صح. ليس بحاجة للطالب لأن يحفظها. صح. لكن عندكم ما هو مطبق؟ لا، لأنه هو أصلا يحتاجها، لازم يكون عارف القانون، والطالب. نعم. اللي مذاكر القانون أصلا أوريدي موجود هنا بلت إن زي ما يقولون. جيد، أنا شاكر لك الدكتور خالد بن عبد العزيز الشمري، وأنت أستاذ مساعد في قسم الرياضيات في كلية العلوم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران. شكرا جزيلا لك دكتور، يعطيك العافية. ألف شكر، وأنا أشكر لكم الفرصة، وكنت أتمنى طبعا، أنا سمعت منك أنكم أنتم تمثلون قناة عالي تبع وزارة التعليم العالي. نعم صحيح. وهي فكرة جدا جبارة وجميلة. يعني الآن ما شاء الله أغلب سكان المملكة العربية السعودية شباب، والكثير منهم يدرس سواء في المراحل الإعدادية والمتوسطة والثانوية أو في الجامعات. نعم. ففكرة جميلة أنه يكون في صوت يمثل طلاب الجامعات، هذا شيء جميل، وهذا ما نطمح به. شاكرين لك دكتور، وشكر أوصول أيضا لمشاهدينا الأعزاء على طيب المتابعة. في الغد بإذن الله تغطيتنا وحلقاتنا السنة التحضيرية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لا زالت مستمرة. في الغد بإذن الله موضوع جديد، كونوا على الموعد في رعاية الله.